اليوم بصفتي كمنسق الحراك ديال الحركه الاحتجاجيه للمهنيين المغاربه، بصفتي منسق ديال هذا الحراك لادريس التوبال سيدي علالي، الرساله ديالنا الحمد لله وصلت. وقفنا كان المنع لان امام وزارات وقع المنع، ولكن المهنيين حضروا بكثافه الحمد لله وقالوا الصوت ديالهم، وبغينا هالشي يوصل لاكبر مسؤول في البلاد الا هو صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده. اليوم المهني قال الكلمه ديالو وعبر عنه كاين وموجود وما كاين حتى اطار فوق منه الا هو انه يوصل فكرته لوزاره الفلاحه ويقول لها نحن هنا قادمون مره ثانيه باذن الله، وغادي نوصلوا كلامنا غادي يوصل بالطريقه اللي بغيناها، سلميه، احترام لجميع السلطات، احترام الحي اللي هو قال لك انه اداري احترمناه، ولكن رانا وصلنا لمستوانا اللي بغيناه ورانا حققنا الحلم ديالنا. مطالبنا كانت الا هو القانون التنظيمي، قانون تنظيم المهنة ديالنا اللي ما فيهاش قانون تنظيمي العشوائي اللي هو اكتسح المغرب، اكتسح بواحد الطريقة ولا منتشر بفطريات، محلات قزيرية اللي كطهي الخبز بطريقة غير سليمة وغير صالحة للأكل، ولا غيشكل خطر كبير على صحة المواطن. حنان الوالي رئيسة جمعية مخابز جهة درعا تافيلات اللي كتضم خمس أقاليم، ورزازات، زقورة، تنغير، ورشيدية، وميدلس. اليوم حضرنا مع المخابز، اصحاب المخابز اللي في هذيك المنطقه باش نشاركوا في هذا اليوم. هو احتفالي، كنتمناو يكون احتفالي لانه اليوم العالمي للتغذيه واليوم العالمي للخبز، ولكن كنحتفلوا به بواحد النبره ديال الاسف، واحد النبره ديال الاستياء، واحد النبره ديال ان متحصرين على هذا الوضع اللي وصلوا ليه المخابز. واش في راسكم ان اليوم المخابز تنقرض المقاولة المواطنة اليوم اللي كانت كتأدي جميع التكاليف ديالها، اللي هي اللي كتديكلاري المخدم ديالها في لاسينيسيس، كتخلص الضرائب ديالها في الوقت ديالها، ومع ذلك التكاليف اليوم طلعات. اليوم كنشوفوا المصاريف ديال الكهرباء طلعات، البوطة زادوا فيها، كذلك التكاليف ديال الحماية الاجتماعية كل عام كيزيدوا 5%، كل عام يزيدوا 10%، وحنا راه ما بقيناش قادرين على هذه التكاليف كلها. والوزارة الوصية على هذا القطاع سد ودنيها وما باغاش تسمع. اليوم بغيناها الا بغات الخبز يكون ولا بغات المخبزات يبقاو حاضرين في الساحه، راه خصها دعم مباشر لقطاع المخابز. اليوم كنشوفوها كتعاون المخابز العشوائيه، واش هي كتشجع كتشوف انه محلات فيهم 2 متر على 2 متر كيمشي يدير بانيو وكيشري فران عند سودور ب 7000 درهم، وانا اللي جايبه ماتيريال كيدير 100 مليون جايباه من اوروبا كان امبورتي، حيت انا المخابز المهيكله راه الفران ديالها باش كطيب كيسوى 24 مليون حتى 30 مليون، ما يمكنش غتساوي معايا مع واحد جاب 7000 درهم وكيبدا تيشوي في الخبز ويخرجوا للمواطنين. وواحد العيب ان حتى وزاره الصحه راه خصها تدخل ولونسا، لان ذاك الخبز ماشي صحي، كيطيب في واحد الحراره جد صغيره، ولا جيتي تشوف المخابز ديالنا راه الحراره اللي كنضبطوا عليها الفران راه كتوصل 240 درجه، الا ما طابش الفران الخبز في هاد الظروف كيولي خبز مليء بالرطوبه، مليء بالجراثيم اللي يقدروا يديو على السرطانات على مستوى المعده، وزيد على ذلك كيكون قريب للغاز، هذوك الفران اللي كنشوفوا ان اللهيب ديال الغاز قريب للعجينه، هذاك راه ماشي صحي، ماشي تصرف، ماشي ما خاصش لونسا تسمح بهذا الشيء، وبالعكس كنشوفوا واحد التفريخ غير مسبوق. كنشوف دابا كانوا هاد الحوانت كانوا كيتخباو لانك عارفين داك الشيء ماشي صحي، دابا ولا شفناهم خرجوا للشوارع الرئيسيه ولاو كيبيعوا الخبز بدون حاسب ولا رقيب، وحنا المنتوج ديالنا اللي خسرنا عليه الاستثمار وخسرنا عليه الجهد ديالنا كيبقى لنا في العشيه حتى كيبس وكنبيعوه لاصحاب البهائم اللي رشيد الجبالي الناطق الاعلامي للحركه الاحتجاجيه لاربع مخابز بالمغرب. حنا جينا ندير وقفه احتجاجيه من اجل اسماء صوت القطاع الذي يعيش على واحد الواقع ديال متردي، واقع ديال يعني ديال 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 التخلف وديال الافلاس بسبب وجود واحد القطاع اللي هو عشوائي الذي يصنع واحد الخبز اللي هو مضر للصحه واللي هو يعني كيطهى في معايير اللي هي غير خاضعه لا تتلائم مع الجوده، حيث هذا الخبز هذا يطهى في واحد درجه الحراره ديال 80 120 درجه، مع العلم ان العكس هو اللي خصو يكون
خاص الخبز يطهر في واحد الدرجه ديال 200 220 250 300. اذا هذا الخبز فاسد ويضر بصحه المستهلك، ثم يشكل واحد المنافسه اللي هي غير 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 قانونيه وغير شرعيه من اجل افلاس هذا القطاع ديالنا. ثم عندنا عده اكراهات، عندنا الشركاء اللي هما في لافياك اللي هما تحت الوزاره الوصيه ديال وزاره الفلاحه، كيستافدوا من الدعم وحنا ما كنستافدوا لا من الدعم لا والو. عندنا الضمان الاجتماعي، لجان التفتيش كيجيو كيسجلوا يعني المخابز بشكل تعسفي، وكيفرضوا عليهم مستحقات ومتاخرات اللي هي بالملايين لهذاك مول الفران، ما عندوش حتى ما ياكل، وكيولي كيعاني من الاكراهات ديال العمل، وفي نفس الوقت كيعاني من الدين اللي كيترتب عليه في اخر لحظه. سبب المنع خويا، حنا جينا وقفوا سلميه ومنعونا، قال لك اسيدي كاين المنع، قال لك هذه المنطقه فيها الوزارات. نعم، هذه وقفه تلقائيه، حنا ما عندنا حتى شي اداره ولا عندنا شي طابع. حنا الطلب درنا عبر وسائل الاعلام 15 يوم، وحنا كان، ولهذا نحن نعلن من هنا اننا غادي نديروا واحد الوقفه، غادي نجتمعوا كاع الناس هادو، غادي نمشيو للمقر ديال الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وتما غادي نديروا تقييم هذا الوضع هذا. اذا ديال الملف المطلبي، القضاء على انشطه المخابز الحانوتيه لتنتيج الخبز الفاسد والمدير بالصحة مع منافسة غير شريفة وتسبيبها في إفلاس القطاع، إعادة النظر في طريقة إلزامية التغطية الصحية والاجتماعية، وإيقاف لجان صندوق الضمان الاجتماعي، وفرض مستحقات على أرباب المخابز وجعلهم مديونين ومهددين بالإفلاس والإغلاق وحتى الهروب من القطاع، وضع قانون تنظيمي لممارسة المهنة، إعادة النظر في النظام الضريبي مع أرباب المخابز وإعفائهم من جميع المتأخرات بسبب الصعوبات والحالة التي أصبح عليها القطاع برمته، إعادة النظر في الدعم الذي يستفيد منه الشركاء في غياب أي استفادة لقطاع المخابز من أجل إعادة هيكلة القطاع وتأهيله وجعله مواكبا لكل التطورات والمتغيرات. وعليه نعلن أننا سنقيم هذا الوضع في اجتماع مباشر داخل مقر اتحاد عام مقاولة المهن بالدار البيضاء. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.